أين وكنتم مشاهدينا الكرام، حياكم الله إلى حضراتكم نشرة الأخبار من قناة عدن الفضائية، استهلها بالعناوين. رئيس الجمهورية يتلقى عددا من برقيات التهاني بمناسبة عيد الاستقلال الوطني. رئيس الوزراء يستقبل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الإنسانية لبحث الوضع الإنساني. الجيش الوطني يسقط طائرة مسيرة للحوثيين بالبيضاء ومصرع 40 عنصرا حوثي. حياكم الله إلى التفاصيل. رفع رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن المحترم. رفع رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك بمناسبة ذكرى الجلاء 51 جاء فيها. فخامة الأخ الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن المحترم حفظكم الله وسدد على طريق الخير خطاكم، يطيب لي ونيابة عن جميع أعضاء الحكومة أن أرفع إلى فخامتكم أصدق وحر تحيات وأسمى تبريكات مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة العيد 51 لذكرى 30 من نوفمبر المجيدة، والتي تم فيها إجلاء آخر جندي بريطاني من عدن. كما يطيب لي من خلالكم أن أبعث بالتهاني بهذه المناسبة إلى أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال الأمن المرابطين في ميادين الشرف الذين يحققون الانتصارات المتوالية والتضحيات العظيمة لوأد المشروع الإمامي الإيراني في اليمن. وبهذه المناسبة العظيمة نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يمن عليكم بموفور الصحة والعافية والسعادة، وأن يعيدكم إلى اليمن سالما قائدا لمعركة التحرير ضد الميليشيات الانقلابية المدعومة إيرانيا. فخامة الأخ الرئيس، إننا اليوم إذ نحتفل بالذكرى 51 للاستقلال الناجز الذي انتزعت الإرادة الوطنية اليمنية قرارها من المستعمر البريطاني يوم 30 من نوفمبر كحصيلة لملحمة نضالية تكامل فيها الكفاح المسلح والنضال النقابي والمظاهرات الجماهيرية منذ اندلاع شرارة الثورة المجيدة من على جبال ردفان يوم 14 من أكتوبر 63، إن مسار الاستقلال ظهر جليا في أعين الرعيل الثوري نهجا واضحا حين خطه لهم قادة شرارة الثورة وقادة الاستقلال الأول الشهيد وفاد الاستقلال الأول الشهيد غالب الراجح لبوسة الذي سال دمه على قمم جبال ردفان، فاشتعلت جوة تهدي كل الثوريين الزاحفين لمقاومة الاحتلال البريطاني من حضرموت وأبين وشبوة ولحج والضالع ومحافظات شمال الوطن آنذاك. وأود الإشارة إلى أنه ما يزال بوسعنا الاستفادة من دروس هذا اليوم الملحمي الذي لم يكن يوما عابرا كباقي الأيام، بل كان تاريخا طويلا من الفداء والبسالة والتحدي والصمود والجسارة. كان يوما تجلى فيه الإنسان اليمني كما عرفه التاريخ، أبيا شامخا لا يقبل الهزيمة، جسورا ليس في قاموسه الانكسار. الأخ الرئيس، أوجه إليكم تحية النصر والاستقلال من عدن الباسلة، عدن العاصمة المؤقتة، مصنع البطولات ومدينة السلام وموطن المناضلين ومأوى الرواد الأحرار. أود أن أشير لكم إلى أنه سنعبر وفق توجيهاتكم الكريمة بقوة وثقة لبوابة الانتصار لحلمنا المشترك في يمن جديد يفخر به كل أبنائه
وبناء مستقبل أكثر قوة وأمن ورخاء بتعاون ودعم أشقائنا وجيراننا وحلفائنا بقيادة المملكة العربية السعودية ودعم دولة الإمارات العربية المتحدة والمجتمع الدولي الذي يقف إلى جانب الشرعية الدستورية وحق الشعب اليمني من صعدة إلى المهرة. كما نقدر لكم في الحكومة الدعم الذي تحيطوننا به من أجل القيام بواجبنا تجاه الوطن والشعب. نثمن جهودكم المخلصة في إخراج الوطن إلى بر الأمان وإنهاء معاناة الشعب اليمني جراء الحرب التي أشعلها الانقلاب الوحشي والهمجي لميليشيات الحوثي. يقتضي واجب الوفاء أن نجدد التحية والتقدير لأشقائنا في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وملك الحزم والعزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على وقفتهم الشجاعة والمخلصة مع الشعب اليمني في استئصال هذا المشروع السلالي العنصري المدعوم إيرانيا وحماية الأمن واستقرار وسلام المنطقة العربية والعالم. كما إن الشكر موصول لدولة بل دول وقادة التحالف العربي الذين وقفوا معنا في هذا الظرف العصيب. رفع نائب رئيس مجلس النواب محمد الشداد برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك بمناسبة عيد الاستقلال 51. رفع برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك بمناسبة ذكرى الجلاء. وقال الشداد في برقيته: نبعث لفخامتكم أسماء آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى 51 لعيد الجلاء المجيد. هذه المناسبة التي نال فيها الشطر الجنوبي الاستقلال من أعتى ترسانة عسكرية التي تمتلكها الإمبراطورية العظمى، مشيرا إلى أن يوم 30 نوفمبر هو ثمرة نضال استمر ما يقارب 4 أعوام بعد انطلاق الثورة في 14 أكتوبر المجيد في العام من العام 63. وأضاف: إننا نحتفل بهذه المناسبة الغالية على نفوس كل اليمنيين وأبطال الجيش والمقاومة، ويسطرون أروع التضحيات في كل مواقف الشرف والبطولة ضد ميليشيات الانقلاب وأعوانهم لتحقيق النصر ودحرهم لما تبقى من أرضنا اليمنية الغالية وبناء دولة اليمن الاتحادية بقيادة فخامتكم. وتابع: إننا وكافة أعضاء مجلس النواب اليمني السلطة التشريعية نقف صفا واحدا في مجابهة الانقلاب وإنهاء الاستبداد والظلم والتبعية للوصول باليمن إلى مرافق الاستقرار والحرية والعزة والكرامة والديمقراطية بقيادة فخامتكم وبتعاون ودعم دول التحالف العربي ممثلة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. سائلنا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة وأنتم تتمتعون بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى الشعب اليمني بالخير والأمن والاستقرار. رفع محافظو المحافظات برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس المشير عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك بمناسبة احتفالات شعبنا بالذكرى 51 للاستقلال الوطني المجيد 30 نوفمبر 67. وعبر وزير الدولة أمين العاصمة اللواء عبد الغني حفظ الله جميل ومحافظو حضرموت اللواء ركن فرج سالمين المحسني ولحج اللواء أحمد التركي ومأرب اللواء سلطان العرادة والجوف اللواء أمين العكيمي والضالع اللواء علي مقبل صالح وأبين اللواء أبو بكر حسين وتعز الدكتور أمين محمود وسقطرة رمزي محروس والمهرة راجح باكريت وعدن أحمد سالم ربيع وصنعاء اللواء عبد القوي شريف والبيضاء اللواء ناصر الخضر السوادي والحديدة دكتور حسن طاهر وصعدة اللواء هادي طرشان وريمة محمد الحوري وعمران اللواء عبد الرحمن الصعر وذمار اللواء علي القوسي وإب اللواء عبد الوهاب الوائلي وحجة اللواء عبد الكريم السنيني والمحويت الدكتور صالح سميع. رفعوا التهاني والتبريكات لفخامة الرئيس والشعب اليمني بهذه المناسبة الخالدة في قلوب كل يمني، مستذكرين تضحيات المناضلين الأبطال الذين قدموا دماءهم في سبيل تحرير الوطن من الحكم الكهنوتي والاستعمار البغيض، وأشاروا إلى أن هذه المناسبة تأتي بالتزامن مع انتصارات أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بمساندة من قوات التحالف العربي، مؤكدين الوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية، مجددين العهد لفخامة الرئيس بمواصلة النضال الوطني والمضي نحو استعادة الوطن وعودة الشرعية الدستورية وبسط نفوذها وحكم القانون وبناء اليمن الاتحادي الجديد يمن العدالة والمساواة والحكم الرشيد.
رفع رئيس اللجنة الاقتصادية حافظ فخر محياد برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك بمناسبة عيد الاستقلال 51. جاء فيها: يطيب لي باسمي شخصيا ونيابة عن أعضاء اللجنة الاقتصادية أن نرفع لكم ومن خلالكم إلى شعبنا اليمني العظيم وقواته المسلحة الباسلة ومنتسبي المقاومة الوطنية خالص التهاني القلبية بمناسبة الاحتفاء بيوم الاستقلال الوطني 30 نوفمبر في ذكرى 51، بما تحمله هذه الذكرى من معاني ودلالات عظيمة لدى أبناء شعبنا اليمني قاطبة في سفر الثورة والنضال والتحرر من الاستعمار والظلم والاستبداد والكهنوت في امتداد لثورات الوطن سبتمبر وأكتوبر الخالدتين، إذ نرفع لكم أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، فإننا نؤكد على مواصلة العمل المخلص والجاد تحت قيادتكم ولمصلحة وطننا وشعبنا وما يحقق أمنه واستقراره ورخائه وتقدمه، مؤكدين على ترجمة توجيهاتكم المتعلقة باستعادة الثقة في اقتصادنا ومعيشة واستقرار شعبنا الذي تعد تلك التوجيهات برنامج عمل دائم لنا، وهي الإشارة أيضا ببذل الجهود المضاعفة التي حملها خطابكم الأخير أو خطابكم الكريم الموجه إلى أبناء الوطن بهذه المناسبة الجليلة، آملين من الله تعالى أن تهل علينا الذكرى القادمة وقد تخلص شعبنا من مآسي وجراح الحرب التي أشعلتها عصابة الانقلاب من الميليشيات الحوثية الإيرانية ضد الشعب والوطن والشرعية الدستورية. كما نجدد لكم العهد والوفاء بالعمل تحت قيادتكم حتى القضاء على عصابة الانقلاب واستعادة الدولة وبناء اليمن الاتحادي الجديد المبني على الشراكة والعدالة والمساواة والحكم الرشيد. ظل جنوب الوطن يرزح تحت الاحتلال البريطاني طوال 129 عاما. جنت خلالها بريطانيا مكاسب كبرى وصارت إمبراطورية عظمى، فيما ظل الجنوب على حاله إلا من بعض مشاريع خدمية وتجارية ظل دافعها وغايتها خدمة مصالح بريطانيا وديمومة الاحتلال وأفراد قواتها والجاليات والشركات الأجنبية في المقام الأول. لم نأتي للإعمار بل لضمان مصالح جلالة الملكة، عبارة قصيرة رد بها حاكم التاج البريطاني في مومباي روبرت جراند على طلب قائد غزو عدن الكابتن ستافورد هينز اعتماد ميزانية تحصين المدينة، لكنها شكلت سياسة الاحتلال البريطاني لجنوب اليمن طوال 129 عاما. ظل الهدف من احتلال عدن خاصة والجنوب عامة عسكريا واقتصاديا في المقام الأول، وانعكس ذلك على سياسة وأشغال سياسة الاحتلال التي لم تشيد بنانا إلا لخدمة مصالح التاج البريطاني وديمومية حماية الاحتلال والجاليات والوكالات الأجنبية على نحو جسد ما يصفه المؤرخون أبشع صور الاستغلال. لم تكن عدن قبل الاحتلال البريطاني قرية ريفية أو مدينة هامشية، بل كانت حاضرة اليمن وثغره المحصن عبر الزمن بوصفها سوقا تاريخيا وميناء محوريا. ظل ميناء عدن معبراً رئيسياً للملاحة بين ثلاثة من أهم القارات، بما جعله محل أطماع قوى العالم عبر التاريخ بما فيها بريطانيا. حسمت بريطانيا لمصلحتها الصراع الأوروبي على طرق الملاحة الدولية بين مواطن الثروات الطبيعية في قارتي أفريقيا وآسيا، ومصانع قارة أوروبا باتخاذها عدن قاعدة عسكرية بحرية ثم جوية ضاعفت مكاسبها التجارية والصناعية وهيمنتها السياسية والعسكرية ووسعت رقعة الإمبراطورية. من عدن احتلت بريطانيا جزيرة مايون في باب المندب، وتوسعت غربا في أفريقيا وشرقا في شبه الجزيرة العربية لتسيطر على الخليج العربي والبحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي، وأسهمت بوارجها في حسم الحربين العالميتين لمصلحتها.
اقتصاديا، ظل ميناء عدن يزود سفن التجارية والحربية بالفحم ثم بالوقود عقب تشييد مصاف عدن، كما ظل الميناء بإعلانه منطقة حرة وسوقا للسلعة البريطانية والأوروبية ومنطقة ترانزيت سياحية يعود إيراداتها لسلطة التاج البريطاني. وبجانب استغلال موارد الجنوب من الأسماك والقطن والبن والملح والجلود والسماد، حصرت بريطانيا الوكالات والشركات التجارية للمستثمرين بريطانيين وأوروبيين وهنود، واقتصرت الوظائف الإدارية الرفيعة على أفراد حمايتها والجاليات الأجنبية التي استقدمتها. فرضت مصالح بريطانيا إعادة تخطيط مدينة عدن وفق معايير اقتصادية وعسكرية، ظل المستفيد الأول منها أفراد قادتها العسكرية وسلطاتها والوكالات والجاليات الأجنبية والسياح. الخلاصة إذن، لم يكن الاحتلال البريطاني للجنوب استعمارا فحسب، بل كان استعمارا واستغلالا لموارد وقدرات الشعب اليمني، أيضا استغلالا للموقع الاستراتيجي ونهب خيرات الأرض من دون ثمن، مما جعل إرادة اليمنيين تتفجر في وجه الاحتلال وترغمه بقوة السلاح على الرحيل مدحورا وبلا رجعة. أنهى النضال الشعبي في الجنوب 129 عاما من الاحتلال البريطاني لعدن، ظل عنوانها الأبرز استغلال قدرات الموقع الجغرافي ونهب خيرات الأرض ومقدرات الشعب التي سرعان ما أحدثت وتفجرت بقوة السلاح ونضال الكفاح على هدف استرداد السيادة واستقلال الإرادة. غارة ويزيد وعشرة ألف قذيفة أطلقت لتبيد هي المحصلة المعلنة لاستماتة طيران سلاح الجو البريطاني بمختلف وحداته لإخماد ثورة 14 من أكتوبر في جبال بيحان وردفان وشمسان، لكنها لم تزيدها إلا اشتعالا. حالة طوارئ عامة أعلنتها بريطانيا العظمى وحرب استنزاف تامة خاضتها في جنوب الوطن للحفاظ على عدن ذرة لتاجها قبل أن تدرك وتقر في تقاريرها العسكرية والاستخباراتية أنها تقاتل إرادة لها صلابة الجبال وإباء قممها الشماء تأبى الانكسار أو الاندحار. أدركت بريطانيا خطر ثورة سبتمبر وأن نجاحها يعني دنو أجلها في الجنوب، فاستماتت محاولة وأدها وشقيقتها ثورة 14 من أكتوبر، وقدمت نحو 1000 جنديا وضابطا وجنرال ظلت تشيع جثامينهم مسجات على نعوش ثوران غضب الإنسان اليمني واتحاد إرادته في وجه الطغيان. جاء ثورة 14 من أكتوبر إذانا لتدشين النضال المسلح وامتدادا للنضال الذي استمر مدنيا سلميا وثقافيا وأدبيا وفنيا ومجتمعيا تعاونيا وعماليا نقابيا وسياسيا تفاوضيا، لولاء قابله المحتل البريطاني بغضرسة ظلت تأخذهم بالإثم. ظلت استماتة بريطانيا لمواجهة ثورة 14 من أكتوبر تنطلق من يقينها بأن احتلال جنوب اليمن الموقع الاستراتيجي وسيطرتها على عدن الميناء الكوني أذن بمشرق شمس بريطانيا التي لم تعد تغيب بعده عن أراضيها في العالم، وأن الاستقلال سيأذن لغروب شمس الإمبراطورية وأفول عظمتها وهو ما كان. استغلت بريطانيا جنوب اليمن توسيعا لرقعة الإمبراطورية شرقا وغربا ومضاعفة لمكاسبها التجارية والصناعية وهيمنتها السياسية والعسكرية باتخاذها من عدن قاعدة عسكرية بحرية وجوية مركزية وسوقا حرا لمنتجاتها وحارسا متسلطا لطرق الملاحة الدولية بين مواطن الثروات في أفريقيا وآسيا. أنهى النضال الشعبي في الجنوب 129 عاما من الاحتلال البريطاني لعدن وجنوب اليمن عامة، ظل عنوانها الأبرز
استغلال قدرات الموقع الجغرافي ونهب خيرات الأرض ومقدرات الشعب التي سرعان ما اتحد وتفجرت بقوة السلاح ونضال الكفاح على هدف استرداد السيادة واستقلال الإرادة. لم يكن تحرير جنوب اليمن وطرد الاحتلال هبة ولا منحة من المحتل أو نتاج اتفاق سياسي أو إعلان اختياري للاستقلال، بقدر ما كان انتزاعا قسريا من أنياب الأسد البريطاني ومخالبه الحديدية، برغمه على الرحيل عنوة مدحورا ليغدو 30 نوفمبر، شاهدا على قوة اتحاد إرادة الإنسان اليمني وأنها تقهر من عاداها ولا تقهر. في العيد 51 يتوج المشهد بالانتصار الكبير الذي تحقق في 30 نوفمبر 67، فالأغنية الوطنية كان لها الدور الكبير في دعم الفدائيين والأبطال. ما أجدر الشوق أن يتجدد هذه الأيام للحدث الوطني الذي تحقق في 30 نوفمبر لعام 1967 للميلاد، وطي صفحة من احتلال أجنبي دام 139 عاما، حيث أجبرت بريطانيا على الرحيل من وطننا الحبيب نتيجة الضربات الموجعة لها وشراسة المعارك، معارك الفدائيين الذين اعتبروا الكفاح المسلح هو السبيل الوحيد لإرغام المستعمر البريطاني البغيض على الرحيل. تحقق ذلك في 30 نوفمبر في العام 1967 للميلاد. قدم الوطن خيرة أبنائه في هذه المعركة. جاء هذا اليوم بعد تضحيات جسام قدمها شعبنا لنيل استقلاله من الاستعمار البريطاني البغيض الذي جثم على أنفاسه ردحا من الزمن. ونحن نحتفل بعيد الاستقلال الوطني المجيد مرورا ب 51 عاما على هذه المناسبة، وقد تغيرت خلالها معالم المجتمع وفي ظروف استثنائية يعيشها الوطن، إلا أن هذا الإنجاز وعظمته يعلي راية هذا الوطن في الحرية والاستقلال. 30 نوفمبر شكل حدثا عظيما ونقلة في مسيرة كفاح شعبنا ضد الاستعمار البريطاني البغيض المحتل بلادنا، حيث كانت بداية تخاطب مع المستعمر بلغة الكفاح المسلح، وشارك في هذا الكفاح العديد من أبناء شعبنا. بذلك انتصر الشعب بإرادته وعزيمته. خرج المستعمر البريطاني بعد طول كفاح، يومها تبارى كبار المطربين في مدينة عدن في التعبير عن الفرحة بالاستقلال الوطني الناجز. غنى الموسيقار الراحل أحمد قاسم من ألحانه وشعر لطفي جعفر أمان قصيدته الشهيرة على أرضنا بعد طول كفاح، تجلى الصباح لأول مرة وطار الفضاء طليقا رحيبا بأجنحة النور ينساب ثرة. وأنشدت الفنانة فتحية صغيرة من ألحان أحمد قاسم أغنية بعد طول الليل والآه الحزينة، بعد ما كانت أمانينا دفينة شعبنا حقق مناه. بعد ليل القهر والآه الحزينة، بعد ما كانت أمانينا دفينة. وتغنى الفنان القدير محمد مرشد ناجي برائعة الشاعر الراحل عبد الله هادي سبيت هنا ردفان، هنا ردفان في روحي وقلبي، هنا شمسان في أعماق لبي، هنا نفسي، هنا أهلي وصحبي، هنا وطني الكبير وكل حبي. هنا ردفان، هنا ردفان، هنا ردفان، هنا ردفان، هنا ردفان. وهناك فنانون آخرون تغنوا بالأمجاد الوطنية والمتغيرات الاجتماعية بعد الاستقلال الوطني. نذكر منهم الفنان محمد محسن عطروش ومحمد سعد عبد الله ومحمد صالح عزاني ومحمد عبد الزيدي ومحمد سعيد منصر ومن حضرموت كرامة سعيد مرسال وغيرهم. لقد لعبت الأغنية الوطنية أدوارا متعددة في رفع معنويات المناضلين في تلك الفترة. قدم أبناء شعبنا أرواحهم ودماءهم لنيل الحرية من الاستعمار البريطاني،
فلقد ارتبطت كلمة الحرية والاستقلال والسيادة ومقاومة الاستعمار على مدى تاريخ البشرية، فاليمن من خلال ذلك سطر أروع التضحيات لمقاومة الجساة المستعمرين حتى نيل الاستقلال الوطني في العام 1967 للميلاد. وصدقت الأغنية التي تقول: برع يا استعمار برع، من أرض الأحرار برع. من أرض الأحرار برع ولا الليلة الكويك الطيار، برع ولا الليلة الكويك الطيار. استقبل رئيس الوزراء دكتور معين عبد الملك في العاصمة المؤقتة عدن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوك والوفد المرافق له الذي يزور بلادنا للاطلاع على الوضع الإنساني. وفي مسهل اللقاء الذي حضرته منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليزا تراندي، رحب رئيس الوزراء بزيارة المسؤول الأممي وجهوده للأمم المتحدة في اليمن لإنقاذ الوضع الإنساني، مؤكدا جهود الحكومة اليمنية في تسهيل مهام المنظمات الدولية الإنسانية وتقدم لهم كافة الدعم. وأشار إلى الأسباب الحقيقية التي أدت إلى الحرب، وهي انقلاب ميليشيات الحوثي على الدولة وشنها الحرب من صعدة مرورا بعمران وصولا إلى صنعاء وعدن وغيرها من المحافظات اليمنية التي لا زالت تعاني أوضاعا إنسانية سيئة وتدميرا واضحا للبنى التحتية ومؤسسات الدولة. وقال رئيس الوزراء أن ميليشيات الحوثي الانقلابية هي جماعة فاشية عنصرية متطرفة لن تكون يوما ما جادة في الوصول إلى السلام، ودائما ما يلجؤون للسلام لإيهام المجتمع الدولي، لكنهم بحاجة لإبرام اتفاقيات جزئية وتحصل بعضها إشكاليات أكبر. وأضاف أن الحكومة تهيأت كافة الموانئ التي تقع في المناطق المحررة في عدن والمكلا والمخا لاستقبال كافة المساعدات الإنسانية وإيصالها للمواطنين المتضررين جراء الحرب العبثية التي تشنها الميليشيات الانقلابية، مؤكدا أن الأجهزة التنفيذية للحكومة في المحافظات تحرص على وصول المساعدات الإنسانية لكافة مستحقيها من المتضررين في البلاد دون استثناء، بما يؤمن حالة التحسن في الوضع الإنساني. وأكد دكتور معين عبد الملك أن الحكومة اليمنية بدأت منذ يوم أمس الخميس صرف رواتب المتقاعدين في كافة المحافظات، الأمر الذي سيكون له تأثيرا كبيرا على تحسن الوضع الاقتصادي. بدوره أوضح المسؤول الأممي بأن منظمة الأمم المتحدة تعمل جاهدة لتقديم المساعدات الإنسانية لكافة مناطق اليمن، وأنها مستمرة في إعداد أبحاث ميدانية للإطلاع على كافة احتياجات الناس. كما اطلع لوك رئيس الوزراء على نتائج زيارته إلى العاصمة صنعاء الخاضعة للحوثيين وزيارته إلى مدينة الحديدة. حضر اللقاء وزير الصحة العامة والسكان دكتور ناصر باعوم ومدير مكتب رئيس الوزراء أنيس باحارثة والمتحدث باسم الحكومة راجح بادي ومستشار وزير الخارجية جمال عوض. برعاية من فخامة رئيس الجمهورية المشير عبد الرب منصور هادي، أقامت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت حفلا خطابيا وفنيا بمناسبة الذكرى 51 ليوم الاستقلال الوطني 30 من نوفمبر المجيد. وفي الحفل الذي حضره نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي ونائب وزير النفط والمعادن دكتور سعيد سليمان الشماسي، ألقى محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية لواء ركن فرج سالمين البحسني كلمة رفع في مستهلها تهانيه لرئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى الاستقلال، مستعرضا في كلمته جملة من الإنجازات التي تم تحقيقها في الملف الأمني والخدمي وأبرز نجاحات الأمنية والعسكرية المتمثلة في توسيع رقعة الانتشار الأمني وتأهيل قوات الأمن والشرطة ودعمها بكل ما تحتاجه لأداء مهامها ونجاح مبادرة السلطة المحلية للتخفيف من أعباء الحياة المعيشية عن كاهل المواطنين. وتم خلال الاحتفال عرض لوحة بانورامية فنية بعنوان وطن البحار من تأليف خالد أحمد القحوم وألحان أنور سعيد الحوثري وأداء الفنانين محفوظ بن بريك ومفتاح كندارة وعدنان العطاس وإلقاء قصيدة شعرية نالت استحسان الحضور. حضر الحفل عدد من أعضاء مجلس النواب والشورى والوكلاء المساعدون ومدراء العموم والشخصيات الاجتماعية وجمع من المواطنين.
دشن كل منا رئيس مجلس الوزراء سالم الخنبشي ومحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني وسفير المملكة العربية السعودية لدى بلادنا محمد الجابر في مدينة المكلا المنحة السعودية لدعم الكهرباء بمحافظة حضرموت، حيث وصلت إلى ميناء المكلا بمحافظة حضرموت باخرة تحمل 17 ألف طن من الديزل و13 ألف طن من المازوت لتزويد محطات الكهرباء في محافظات حضرموت والمهرة وشبوة ومأرب والجوف ضمن مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. وقال نائب رئيس مجلس الوزراء سالم الخنبشي وصلت اليوم إلى محافظة حضرموت وصلت أولى شحنات المنحة السعودية لدعم الكهرباء وستصل باقي الشحنات من مازوت وديزل ستصل تباعا إلى ميناء المكلا. وأضاف الخنبشي أن نصيب حضرموت 17 مليون دولار في الشهر الواحد من إجمالي المنحة السعودية لدعم كهرباء المحافظة المحررة والبالغ قيمتها 60 مليون دولار شهريا. من جانبه تقدم محافظ حضرموت البحسني بالشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية على تقديمها هذه المنحة لحضرموت والتي تأتي في سياق اهتمام المملكة بحضرموت وجميع المحافظات المحررة. وأكد المحافظ البحسني أن المنحة السعودية ستساعد السلطة المحلية بحضرموت على تجاوز الأزمة التي يعانيها قطاع الكهرباء وتكلفة المالية الباهظة التي تتحملها لأجل توفير المشتقات وشراء الزيوت وقطع الغيار الخاصة بالمولدات. بدوره أوضح سفير السعودي لدى بلادنا الجابر أن الإدارة السعودية حريصة على استمرار التيار الكهربائي في المحافظات المحررة لكونها شريان الحياة والمحرك الأساسي للاقتصاد وستساهم بمساعدة السلطات المحلية على تجاوز الأزمات والصعوبات التي تواجهها. لافتا إلى أن مشروع المنحة السعودية لدعم الكهرباء دشن في عدن نهاية الشهر المنصرم وأن مدينة المكلا ستكون مركزا للمنحة وسيستقبل ميناؤها الشحنات وستوزع منها إلى باقي المحافظات. وأشار إلى أن الدفعة الثانية ستصل غدا إلى ميناء عدن وتحتوي على 65 ألف طن ديزل و 32 ألف طن مازوت وستعمل على تشغيل 64 محطة توليد كهرباء في 10 محافظات يمنية تسهم في استمرارية عملها على مدار الساعة، مبينا أن برنامج إعمار وتنمية اليمن قد بدأ عمله في عدد من المحافظات بعد إعلان تدشينه من محافظة المهرة بحضور فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية. حضر تدشين نائب وزير النفط والمعادن دكتور سعيد سليمان الشماسي ومدير عام مؤسسة العامة للكهرباء ساحل حضرموت المهندس مازن بن مخاشن ومدير البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عبد الهادي القحطاني وعدد من الوكلاء والوكلاء المساعدون وشخصيات الاجتماعية والمسؤولون بالبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومنحة دعم الكهرباء. استقبل وزير الصحة دكتور ناصر بعوم ومحافظ عدن أحمد سالم ربيع على علي بمطار عدن الدولي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الإغاثة في حالة طوارئ مارك لوك والوفد المرافق له. وأعرب وزير الصحة عن أمله بأن تكون زيارة الوفد الأممي لبلادنا مثمرة من أجل الإسهام في التخفيف من معاناة الشعب الذي يواجه ظروفا قاسية جراء الانقلاب على الشرعية من قبل ميليشيات الحوثية. وأشار وزير الصحة أن الحرب التي أشعلها الحوثيون أدت إلى تدمير البنى التحتية وانهيار مؤسسات الدولة وفي مقدمتها القطاع الصحي الذي عملت الشرعية اليمنية بدعم التحالف على إعادة تأهيلها. بدوره رحب محافظ عدن بالوفد الأممي مؤكدا استعداد السلطة المحلية لتذليل كافة الصعوبات لما من شأنه اطلاع الوفد على حجم الدمار الذي لحق بمدينة عدن وكل المدن اليمنية جراء حرب الانقلاب وما تعرض له المواطنون من انتهاكات جسيمة حد القتل وتنكيل وتدمير كل المؤسسات الخدمية. من جانبه أوضح الوكيل المساعد الأمين العام للأمم المتحدة أن الزيارة التي تعد الثانية لليمن تأتي في إطار جهود الأمم المتحدة للاطلاع على الوضع الإنساني المتفاقم في اليمن جراء الحرب، مشيرا أن الزيارة تتركز على 5 جوانب تتعلق في وقف الحالات العدائية، وقف إطلاق النار، وتجنيب الناس والبنى التحتية الدمار نتيجة الحرب، من أجل بذل الجهود لتسهيل وصول العمليات الإنسانية والمتمثلة بفتح الموانئ والطرقات لكل المناطق اليمنية، معبرا عن شكره وتقديره للحكومة الشرعية لتسهيل مهام الأمم المتحدة في الوصول إلى حل نهائي
لكافة القضايا الوطنية وإنقاذ الشعب اليمني. قام المساعد أو مساعد الأمين العام للأمم المتحدة منسق الإغاثة الطارئة في اليمن سيد مارك لوك بمعية لواء أحمد عبد الله تركي محافظ محافظة لحج ودكتور الحسن علي طاهر محافظ محافظة الحديدة بزيارة لمخيم الرباط للنازحين في محافظة لحج للإطلاع على أهم القضايا التي يعاني منها النازحون في المخيم. وخلال الزيارة استمع مارك إلى شرح مفصل عن احتياجات المخيم، حيث أشار المحافظ التركي إلى أن المخيم بحاجة ماسة إلى توفير الكثير من الخدمات الأساسية وأهمها المواد الغذائية والصرف الصحي والمواد الإيوائية كالخيم، حيث أن المخيم يشهد ازدحاما نظرا لاستمرار وصول الأسر النازحة إليه بشكل شبه يومي، ما سبب ضغطا كبير على مساحة المخيم لقلة الإمكانيات وعدم معالجة مشاكل النازحين الجدد. وأطلع المحافظ التركي أطلع السيد مارك أن السلطة المحلية تبذل قصارى جهدها بالإمكانيات الممكنة لمساعدة النازحين في مختلف مناطق ومديريات محافظة لحج، داعيا منظمة الأمم المتحدة إلى تقديم مزيد من الدعم الإنساني للنازحين من مناطق الحرب إلى محافظة لحج. من جهته أشار محافظ محافظة الحديدة دكتور الحسن علي طاهر أن هناك مناطق في محافظة الحديدة تم تحريرها من سيطرة ميليشيات الحوثي، وبالإمكان إقامة مخيمات للنازحين فيها، على أن تتبنى الأمم المتحدة بناء المخيم وتوفير الدعم اللازم لكل الخدمات التي من شأنها تأمين حياة كريمة وإنسانية للنازحين من أبناء محافظة الحديدة، شاكرا لكل الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب الدائرة في اليمن ومد يد العون والمساعدة لأبناء اليمن في مختلف المجالات الإنسانية الطارئة. هذا وقد طاف مارك بمعية محافظي لحج والحديدة في المخيم وتلمس عن قرب أهم المشاكل التي يعاني منها النازحون وأكد الاحتياجات الأساسية غير المتوفرة في المخيم. على صعيد الانتصارات في الميدان، صدت قوات الجيش الوطني هجوما شنته ميليشيات الحوثي بمدينة الحديدة في محاولة لاستعادة مواقع خسرتها الأسابيع الماضية. وقالت مصادر محلية أن اشتباكات عنيفة اندلعت في الاتجاه الشمال الشرقي وقرب جامعة الحديدة عقب هجوم حوثي رافقه قصف مدفعي، مشيرة إلى أن قوات الجيش تمكنت من التصدي للهجوم. وقالت المصادر أن الاشتباكات تجددت جنوب بالقرب من مدرسة النجاح في حي ربصة الجنوبي وأسوار جامعة الحديدة وكلية الطب. وأكد سكان محليون أن طفلا استشهد في حي ربصة وأصيبت امرأة إثر سقوط قذائف تطلقها الميليشيات بشكل عشوائي وأصيب عدد من المواطنين. أحبطت ألوية العمالقة التابعة لقوات الجيش الوطني لمحاولة تسلل لمجاميع من مسلحي ميليشيات الحوثي الانقلابية لمديرية حيس بمحافظة الحديدة. وقال المركز العالمي لألوية العمالقة أن مواجهات عنيفة اندلعت ضد الميليشيات عقب إفشال محاولتهم تكبدت خلالها الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وأكد المركز أن ألوية العمالقة تعمل على تأمين المناطق التي تم تحاول الميليشيات التسلل منها إلى مديرية حيس وغيرها من المناطق المحررة. لقي 40 عنصرا حوثيا مصرعهم وأصيب آخرون بجروح مختلفة في اشتباكات مع أبطال الجيش الوطني بمحافظة البيضاء أثناء محاولتهم التسلل إلى مواقع سيطر عليها الجيش الوطني. وأكد مصدر عسكري أن أبطال الجيش الوطني أفشل هجوم لميليشيات الحوثي في جبهة فضحة بمديرية الملاجم والذي يسفر عن مقتل 30 حوثيا وإصابة العشرات بجروح. وأشار المصدر إلى أن 10 عناصر من الميليشيات الحوثية لقوا مصرعهم في جبهة قانية بضربة جوية لطيران التحالف العربي أثناء محاولتهم التقدم لاستعادة المواقع التي خسروها الخميس في جبهة قانية. وفي ذات السياق أسقط الجيش الوطني طائرة مسيرة للميليشيات الحوثية في منطقة قانية بمحافظة الحديدة أو محافظة البيضاء. أعلنت قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية لتدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية تابعة لميليشيات الحوثي الإيرانية في محافظة صعدة قبل أن تتمكن من إطلاقه صوب الأراضي السعودية. وأوضحت قيادة التحالف أن المنصة المدمرة كانت موجودة في مديرية الصفراء، لافتة إلى أن الميليشيات الإنقلابية حاولت من خلال هذه المنصة
إطلاق صاروخ باليستي باتجاه المملكة، وأضافت أنه جرى اكتشاف منصة الإطلاق وتدميرها في وقت قياسي. لقي أكثر من 18 مسلحا حوثي مصرعهم وجرح عدد آخر في تصدي قوات الجيش الوطني لعدة تسللات للحوثيين على عدد من مواقع الجيش في جبهة دمت شمال الضالع. وقال مصدر عسكري أن قوات الجيش تمكنت من إفشال عدة محاولات تسلل الميليشيات الحوثية في المحور الغربي لجبهة دمت. وأوضح المصدر أن مجاميع حوثية حاولت التسلل نحو مواقع الجيش في تبات الحريوة وأتباب المجاورة لها وجبل حصمي وتباب جبل كنة لتندلع المواجهات على إثرها مع قوات الجيش الوطني بمختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة. تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساء من نزع 21,784 لغما متنوعا بين ألغام مضادة للأفراد وأخرى الأليات وعبوات ناسفة وذخائر غير متفجرة زرعتها الميليشيات الحوثي الإنقلابية في مأرب الساحل الغربي بمحافظة الحديدة. وذكر المركز في بيان له بأن أفراد المشروع تمكنوا خلال الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر الجاري من نزع 2223 لغما متنوعا زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن. احتفلت مؤسسة شوكان لرعاية الأيتام بحفل عرس جماعي من نازحي محافظة الحديدة بحضور محافظ محافظة لحج ومحافظ محافظة الحديدة وممثلي المؤسسات الخيرية والمنظمات الدولية. تفاصيل في سياق تقرير الآتي. احتفلت مؤسسة الشوكاني لرعاية الأيتام والأعمال الخيرية اليوم بمخيم الشوكاني للنازحين بحفل عرس جماعي ل 36 عريس وعروسة من نازحي محافظة الحديدة. وفي الحفل الذي حضره محافظ لحج اللواء الركن أحمد عبد الله التركي ومحافظ الحديدة الدكتور حسن علي طاهر، أعرب محافظ لحج اللواء الركن أحمد عبد الله التركي عن التهاني والتبريكات للعرسان في عرس وصفه بالبهيج، متمنيا لهم حياة مليئة بالخيرات والبركات في إطار الدعم المقدم لهم من محافظة لحج، داعيا جميع المنظمات أن تأخذ على عاتقها تقديم يد العون للنازحين الذين خرجوا من منازلهم بفعل تلك الجرائم الإنسانية التي ترتكبها الميليشيات الحوثية. الآن طبعا يعتبر المخيم أكثر المخيمات استقرارا، واليوم الدليل على أنه نحن نحتفل ب36 عروس وعروسة في ظل شعبنا يحتفل بعيد 30 نوفمبر وبانتصارات على الحوثي في الساحل الغربي في الحديدة وكثير من المناطق. شكرا للأخوة الفاعلين ورجال الخير والمنظمات الدولية والمنظمات المحلية على ما قدموه لهذا المخيم وجميع المخيمات في إطار لحج. من جانبه أعرب محافظ محافظة الحديدة الدكتور الحسن علي طاهر عن الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح هذا الحفل الكبير وإيصال الخير إلى مستحقيه. شرفنا نحن والأخ محافظ اللحية اللواء أحمد تركي الذي شرفنا أيضا بحضوره هنا. نحن الآن مع هذه الكوكبة حيث سيتم زفاف 18 عريسا و 18 عروسا إن شاء الله، وتدخل السعادة إن شاء الله في بيوتهم وإلى كافة أسرهم وإلى كافة المخيم إن شاء الله تعالى. وهذه طبعا هي يعني الدفعة الأولى، سيتبعها دفعان وتزويج إن شاء الله كل شاب وشابة في المخيم. وعن مؤسسة الشوكاني أعرب الشيخ علي الضبياني على أهمية هذا العرس معربا عن ترحيبه بالضيوف المشاركين في العرس. أنا سعيد بإسعاد هؤلاء، سعادتي من سعاد هؤلاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا بهذا الإسعاد سعادة الدنيا والآخرة. فالحقيقة أنا طبعا أنا مؤسسة الشوكاني قامت بهذا العمل بمفردها والله الحمد، لا أقدر أعبر كما أنا سعيد بسعادة هؤلاء، لا أقول أكثر. وأتمنى أن يكون أهل الفضل والإحسان في الزواج القادم أن يسعدوا الآخرين مثل ما أسعد هؤلاء. هذا وتخلل الحفل قصائد شعرية ورقصات من التراث الفلكلوري التهامي في احتفالية بهيجة حضرها العشرات من أهل العرسان ومحبيهم والشخصيات الاجتماعية وعدد من المسؤولين وممثلي المنظمات والمؤسسات الخيرية. احنا بجهود لا يكلل جهودنا الا بجهود اهل الخير، ندعيهم لمثل هذه المناسبات ولمثل هذه الاعمال الخيره من اجل ادخال الفرحه على ابنائهم واخوانهم ضيوفنا في محافظه لحج
ومحافظات الجنوب كاملة. ونحن كناس نازحين فرحتنا اليوم كبيرة بوجودنا، ونشكر قيادتنا الرشيدة ونشكر سيادة رئيس الجمهورية على جهود المبذولة في اليمن والمواطنين، ونعبر عن شكرنا لكم بكل ما نمتلك، ونشكركم فردا فردا. هذا وفي نهاية الحفل جرى تبادل الدروع التكريمية والشهادات المقدمة من المؤسسة لمحافظي لحج والحديدة، كما جرى أيضا تكريم الجهات الراعية للعرس من المؤسسات الخيرية والاجتماعية والمنظمات الدولية، وكذا تسليم العرسان المساعدات المالية المقدمة من المؤسسة. إن هذا العرس الجماعي الذي تقيمه اليوم مؤسسة الشوكاني لرعاية الأيتام والأعمال الخيرية جاء ليرسم تلك الفرحة والبهجة على وجوه هؤلاء النازحين، وبدعم من محافظ محافظة الحديدة وكذلك محافظ لحج، ليرسم تلك البهجة والفرحة والسرور على هؤلاء النازحين الذين عانوا الكثير من جراء تلك الميليشيات الحوثية التي أخرجتهم نازحين من بيوتهم. محمد الصوفي، قناة عدن الفضائية، مخيم الشوكاني. بمناسبة الذكرى 51 لعيد الاستقلال الوطني 30 من نوفمبر، قام اللواء 115 مشاه بأبين حفلا خطابيا وعرضا عسكريا شاركت فيه وحدات اللواء وقوات المقاومة المرابطة في منطقة ثره. إلى التفاصيل. فأن بالعيد 51 للاستقلال الوطني 30 من نوفمبر، نظمت قيادة اللواء 115 مشاة بمديرية لودر محافظة أبين حفلا خطابيا وعرضا عسكريا حضر اللواء أحمد علي مسعود وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن، واللواء علي محمد القفيش عضو مجلس الشورى، والعميد سيف علي القفيش قائد اللواء 115 مشاة، ومحمد نصر القحمة وكيل محافظة أبين، والعقيد محمد محسن العطوي رئيس عمليات محور أبين، وعدد من قيادة اللواء ومقاومة جبهة ثرة. وفي الحفل الذي بدأ بعين من الذكر الحكيم، ألقى اللواء الركن أحمد علي مسعود وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن كلمة نقل خلالها تحيات فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك سعيد ووزير الداخلية المهندس أحمد الميسري، مستعرضا مراحل النضال التي مرت بها اليمن للوصول إلى يوم الاستقلال المجيد. 51 عام على رحيل آخر جندي بريطاني من اليمن وجر أذيال الهزيمة خلفه، ولكن رحيله لم يتم إلا بعد أن قدم الوطن خيرة أبنائه. ومن هذا الوطن، هذه المديرية الباسلة التي قدمت خيرة أبنائها وأرجى المقاتليها حين ذاك، وهو الشهيد عبد النبي محمد مترب الذي يظل نبراس يضيء للأجيال، هذا طريق الصمود، طريق الحرية، طريق التحرير. قبل 51 عام ناقضوا هؤلاء الكوكبة والكوكبة من الشهداء، وكذلك الكوكبة من المناضلين الذي لا زالوا عايشين من أجل استغلال الوطن من الاستعمار البريطاني والذي دام 129 عام. اليوم أيها المقاتلون، لا زلنا في مرحلة التحرير من التحرير لمدننا وأرضنا من الانقلابيين المغتصبين للسلطة، والذي انقلبوا على شرعية الأخ المناضل عبد الرب المنصور هادي. ستظل هذه القوات المسلحة في كل معسكر، وسيظل الشرفاء يناضلون في كل جبهة، ومن هذه الجبهات جبهة ثرة التي قدمت ولا زالت تقدم خيرة أبناء هذه المديرية. ألقى العميد سيف علي القفيش قائد اللواء 115 مشاة كلمة هنأ فيها القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية ومقاتلي اللواء بمناسبة الذكرى 51 لعيد الاستقلال المجيد 30 من نوفمبر، فاستعاد اللواء عافيته بعدها. لا يخفى على أحد حجم الدمار الذي حدث لهذا اللواء والمعسكر، سواء في بنيته التحتية أو القوى البشرية، ولكن بفضل الله ودعم قيادتنا السياسية والعسكرية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية، وأيضا دعم قيادة المنطقة العسكرية الرابعة وصف وتفاني منتسبين اللواء من ضباط وصف ضباط وجنود وقوفهم
بالرحم إلى جانبنا استطعنا انتشال اللواء من الوضع الذي كان عليه. الأخوة الضيوف والحاضرون، لقد خطونا خطوات جبارة إلى الأمام، ولكن لم نصل إلى ما نصب إليه. يجعل هذا اللواء نموذج يحتذي بهم في الضبط والرطب العسكري، وأن يكون قوة ضاربة بين بيد الوطن. وأنا على ثقة تامة من أن هؤلاء الأبطال سوف يكونوا عند مستوى المسؤولية. المقاتلون الأعزاء تعلمون أن كل مجهود تبذلونه في ميدان التدريب يجعلكم أكثر معرفة وأقوى عزيمة وأشد صلابة. فقطرة عرق في ميدان التدريب تقي قطرات الدماء في ميدان المعركة. المقاتلون الأعزاء أعهدكم بأني لن أرمي جهدا في سبيل تحقيق المزيد من الإنجازات في إعادة أعمار ما تبقى من معسكرنا هذا. وأيضا سنواصل السعي بكل السبل من أجل رفع الجاهزية القتالية، وعملي كبير في بذل المزيد من قبل الأخوة المقاتلين في اللواء. لك استأذن قائد العرض ببدل العرض العسكري الذي شاركت فيه وحدات رمزية من قوة اللواء وأنواع العربات والأسلحة التي يتسلح بها اللواء، كما شارك في العرض أفراد من مقاومة جبهة الثرة. تفقد مدير عام شرطة محافظة تعز العميد منصور الأكحلي سير عملية التدريب والتأهيل والأعمال الميدانية في المركز التدريبي التابع لشرطة المحافظة وإدارة البحث الجنائي. التفاصيل في سياق التقرير الآتي. تفقد مدير عام شرطة تعز العميد منصور الأكحلي برفقة العقيد عدنان السقاف المساعد لشؤون الشرطة المركز التدريبي لأفراد شرطة تعز للاطلاع على مستوى التدريب ونوعيته وتجاوب الشباب للبرنامج التدريبي المكثف. إنه منظر يشرح الصدر بتدريب هؤلاء الفتية الذين سينضمون إلى القافلة الأمنية التي تحارب هؤلاء المفسدين في الأرض. هؤلاء الآن نعدهم إعداد بدني وجسدي وذهني ومعنوي للاستعداد لمواجهة المجرمين والجريمة في كل أنحاء المحافظة. طب قاعد زيارتنا هذه لمتابعة البرنامج التدريبي لدورة المستجدين الذي تعقد في هذه الفترة ضمن تأهيل الكادر الأمني وانتهاكا لسياسة وزارة الداخلية وإدارة عام شرطة تعز ممثلة بمدير عام شرطة تعز العميد منصور الأكحلي لمتابعة تنفيذ البرنامج التدريبي وتأهيلهم ولإخراجهم يكونوا رافدا إلى جانب زملائهم في الأمن. كما زار الأكحلي إدارة البحث الجنائي التي منذ بدأ عملها والنجاحات المتتالية تظهر في العديد من الإنجازات على الواقع وضبط المطلوبين أمنيا والعمل على السكينة المواطن. بحمد من الله سبحانه وتعالى وبتعاون من الزملاء في جميع الإدارات التابعة لإدارة عام شرطة محافظة تعز وكذلك الأجهزة الأمنية الرديفة لإدارة عام شرطة محافظة تعز والتي تبلي بلاء حسنا. خلال الثلاث الأيام الأخيرة بحمد الله كان هناك تحرك نوعي لأجهزة الأمن استطاعت من خلال هذه التحركات أن تلقي القبض على كبار عتاة المجرمين والناس والمجرمين الذين عاثوا في هذه الأرض الفساد وأزهقوا أرواح من الجيش الوطني أو من المواطنين أو سلبوا أموالهم أو قطعوا الطريق. هؤلاء الذين تم القبض عليهم في هذه الفترة كانوا هم من أكثر الناس إقلاقا للسكينة العامة وللأمن العام ولراحة المواطن. شرطة تعز أثبتت أنها موجودة في السلم والحرب والآن بكوادرها الشابة تقول نحن موجودون من أجل السكينة العامة وأمن المواطن. نعايم خالد، قناة عدن الفضائية، تعز.
دشن وكيل أول محافظة الحديدة وليد القديمي وبشير السليم الشراري من إدارة الإغاثة العاجلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ومعهم مدير مركز الملك سلمان بمحافظة عدن صالح الذيباني مشروع توزيع المساعدات الغذائية بالمحافظة. خلال التدشين أشاد الوكيل القديمي بالأعمال الإنسانية التي يقوم بها مركز الملك سلمان في جميع المحافظات اليمنية وعلى وجه الخصوص محافظة الحديدة. من جانبه أشار مدير مركز الملك سلمان صالح الذيباني أن المركز اعتمد 15 ألف سلة غذائية سيتم توزيعها للنازحين عدن لحج والضالع والمواطنين في المناطق المحررة، منوها أن السلة الغذائية تحتوي على مواد غذائية ومواد إيوائية كالخيم والبطانيات والفرش. حضر التدشين مدير مكتب ائتلاف الخير فهمي المنصور. دشن وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثير يوم أمس أول رحلة لطائرة الحديثة سقطرة 320A تابعة للخطوط الجوية اليمنية إلى مطار محافظة أرخبيل سقطرة، حيث كان في استقبالهم محافظ محافظة سقطرة رمزي محروس. وعبر المحافظ عن سعادته الكبيرة بهذا الإنجاز الذي سيسهم في خدمة أبناء اليمن عامة وسقطرة خاصة، متمنيا زيادة عدد من الرحلات إلى المحافظة لتخفيف معاناة أبنائها وجلب السواح للاستفادة منهم في تعزيز الاقتصاد الوطني كونها محافظة سياحية مميزة. بدوره بارك الوكيل الكثيري للخطوط الجوية اليمنية تدشين أولى رحلتها عبر الطائرة الحديثة 320A إلى سقطرة، معبرا عن سعادته بأن تأتي هذه المناسبة تزامنا مع احتفالات الشعب اليمني بالذكرى 51 للاستقلال الوطني 30 من نوفمبر. إلى ذلك أوضح مدير إدارة الإعلام بالخطوط الجوية اليمنية سلام الجباري بأن طائرة 320A هي الثالثة من نفس الطراز والخامسة في التشغيل من أصل 12 طائرة. حضر مراسيم التدشين وكيل محافظة سقطرة العميد الركن صالح علي سعد ووكيل محافظة سقطرة لشؤون الجزر رائد الجريبي وقائد المنطقة العسكرية الأولى لواء الركن صالح طيمس ومدير عام مطار سيئون الدولي علي باكثير. بحضور قيادات من السلطة المحلية اختتمت بمدينة الغيطة فعاليات مهرجان المهر الدولي الأول للشطرنج الذي ينظمه الاتحاد العام للشطرنج برعاية وزير الشباب والرياضة نائف البكري وبمشاركة 120 لاعبا يمثلون 15 محافظة وخمس دول عربية بتزامن مع احتفالات بلادنا بالعيد 51 لعيد الاستقلال الوطني المجيد. حفلا ختاميا تكريميا في احتفالية شهدتها الصالة الرياضية بمحافظة المهرة في اختتام مهرجان المهرة الدولي الأول لبطولة الشطرنج التي نظمها الاتحاد اليمني العام برعاية من وزير الشباب والرياضة نايف البكري ومحافظ محافظة المهرة الشيخ راجح باكريت وبمشاركة 120 لاعبا من حصلوا على تصنيف اللعبة وحضروا للمشاركة من 15 محافظة وخمس دول عربية ليحتفلوا اليوم باختتام البطولة التي تتزامن باحتفالات بلادنا بالذكرى 51 للثلاثين من نوفمبر عيد الاستقلال. وشعبنا اليمني يحتفي بالذكرى 51 لعيد الاستقلال كما احتفينا بالأمس بسبتمبر وأكتوبر، نحتفي اليوم بنوفمبر. وتزامنا مع هذا الحفل يأتي اختتام هذا الاحتفاء وهذه البطولة التي استمرت من 21 إلى 30 نوفمبر. كلمة الاتحاد العام للشطرنج لخصت مشوار 10 أيام من المنافسات خاضها المشاركون في هذه البطولة وما تخللها من دورات تحكيمية وتنظيمية، تضاف إلى بطولة وصفت بأنها من أفضل البطولات الدولية التي أقيمت من حيث عدد المشاركين ومستوى التنظيم. بعد 10 أيام من المنافسات الأخوية خاضها المشاركين حضروا من 15 محافظة وخمس دول عربية، جمعتهم روح المحبة والإخاء تحت ظل القيادة السياسية ممثلة بفخامة
رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي، ورعاية كريمة من معالي وزير الشباب والرياضة الأستاذ نايف صالح البكري، وبرعاية كريمة أيضا من الشيخ راجح سعيد باكريت محافظ محافظة المهرة رئيس المجلس المحلي. الحضور الكريم، تختتم اليوم البطولة وقد حققنا نجاحاً مميزاً، هو الأول من نوعه من حيث عدد المشاركين ومستوى التنظيم، وهذا ليس كلامنا ولكن ما سمعناه من الأشقاء الذين حضروا البطولة من عدد من الدول العربية. كلمة وزير الشباب والرياضة نايف البكري ألقاها نيابة عنه مدير عام التدريب والتأهيل بالوزارة الأستاذ سعد العمري، نقل فيها تحايا معالي الوزير لكل المشاركين في نجاح هذه البطولة ومعهم أبناء المهرة على كرم الاستضافة. كلمة المشاركين والمراقبين لهذه البطولة وما حققتها من نجاح كانت حاضرة في هذا الحفل. بالنسبة لنا في محافظة المهرة يعتبر إنجاز غير مسبوق، إننا جمعنا جميع هذه الكمية من المشاركين من جميع محافظة اليمن في بطولة المحبة والسلام، بالإضافة إلى 5 دول عربية، وهذا يعتبر أول مرة في محافظة المهرة. اسمي عبد الغادر عبد الله من محافظة أبيان، حصلت على المركز الأول، وأشكر أبي الذي دربني، وأشكر رئيس الاتحاد على باحكر. نشكر القائمين على هذه البطولة التي كان شعارها المحبة والسلام. الاسم عيسى عبد الله علي حمود من الضالع، حصلت على المركز الأول، وأشكر خالد حمود على جهوده وعلى ما قدم لنا في هذه المباراة، وأشكر كل من ساهم وعلى هذه الفعاليات الجميلة التي قدموها لشبابنا رغم الظروف التي يمر بها البلاد. أحمد منصور خضر جنيدي من محافظة عدن، أشكر الوزير نايف البكري على هذه البطولة الجميلة الرائعة، خاصة في هذه المدينة الجميلة واللطيفة، أهلها أكثر محبين ومساعدين لذوي احتياجات الخاصة، بحيث أن لم أشعر بالإرهاق. التراث المهري الأصيل كان أيضا حاضرا في ختام البطولة من خلال لوحة استعراضية قدمناها زهرات من أطفال وبرائم المهرة. في لوحة تاريخية تحاكي التراث المهري الأصيل نالت استحسان الحاضرين، فيما عرضت لوحة رياضية للعبة التايكواندو قدمها برائم وأطفال المهرة أمام الحاضرين ونالت استحسانهم، ليختتم هذا الكرنفال الجماهيري والرياضي بتسليم دروع البطولة لكل القائمين على هذه البطولة، بدءا بوزير الشباب والرياضة ومرورا بمحافظ المهرة، وصولا لقيادات من السلطة المحلية ومكتب الشباب والرياضة بالمهرة، ونخبة من الإعلاميين ومعهم المشاركين الذين حققوا المراكز الأولى، والذي كان من نصيب اللاعب اليمني الدولي زندان الزنداني الذي استحق التكريم والكأس ومعها البطولة. لقناة عدن الفضائية، وضاح شليلي، محافظة المهرة. وبتقرير مراسلنا وضاح الشليلي كانت هذه حصيلة الأخبار قدمت لحضراتكم من قناة عدن الفضائية. لمن فاته التفاصيل أعود وأذكر بأهم ما جاء في النشرة من أنباء. رئيس الجمهورية يتلقى عددا من برقيات التهاني بمناسبة عيد الاستقلال الوطني. رئيس الوزراء يستقبل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لبحث الوضع الإنساني. الجيش الوطني يسقط طائرة مسيرة للحوثيين بالبيضاء ومصرع 40 عنصرا حوثي. كل ما لدينا من أخبار قدمت لحضراتكم من قناة عدن الفضائية. دمتم بخير، كل عام وأنتم بألف ألف خير. إلى اللقاء.